السلام عليكم ورحمة الله، أتمنى تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال، ومرحبا بكم معايا مجددا في القناة. نجيب لكم وصفة سهلة كتجي لذيذة ومقادير بسيطة، رايب أو ياغورت منزلي كيجي رائع وناجح 100%. ما نطولش عليكم، انتقلوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للمقادير فغنحتاجو إطرود الحليب، واحد ساشيل السكر الفاني، 3 المعالق كبارين سكر سنيدة، وثلاثة المعالق كبارين بومبي ديال الحليب غبرة أو نيدو، واحد الياغورت الفاني. وماشي ضروري يكون هاد النوع، المهم يكون عاقد باش كتنجح معكم الوصفة. على بركة الله، في الخلاط الكهربائي غنعمل نص إطرود الحليب يكون بارد، ديك إطرود قسمتو على جوج، النص غنعملو هنايا بارد، غنزيد عليه السكر سنيدة 3 المعالق. بالنسبة للسكر تقدروا تعملوا حتى 4، وتقدروا ما تعملوش السكر، دائما السكر كيبقى على حسب الذوق. غنزيد 3 المعالق كبارين الحليب غبرة، وغنزيد الفاني، وغنزيد الياغورت، صافي. غادي نطحن المكونات مع بعضياتهم كاملين، غادي نخليهم كيتخدموا واحد 5 دقائق. وفي كسرونه فوق البوطه عملت نص إطرود الحليب اللي كان باقي لي، صافي غادي نخليه يسخن مزيان، وقبل ما يطلع غادي نطفي عليه. ودابا غنكب الخليط اللي خلطت في الخلاط الكهربائي، غنكبه في هذا البول كما كتشوفوا، وغنجيب الحليب اللي سخن غنكبو دفعات غنصفيه، غنبدا نحرك غير هكذا بيدي حتى كينسجموا مع بعضياتهم. تقدروا ترجعوهم للخلاط الكهربائي وتخلطوهم كاملين، انا فضلت نعمل غير هكذا بيدي، حتى هو كيجي ناجح 100%. وغنكب اللي بقالي، صافي. وغنبقى مستمره كنخلط فيه مزيان بحال هكذا، وملي كنت كنخلط في الرايب او الياغورت عملت الماء يسخن مزيان حتى طاب. دابا غنكبو في الطنجره كما كتشوفوا، صافي. وغنبدا نعمر في الكويسات وغنزلهم في وسط الطنجره، غير هي نحاولوا ديك الماء ما يقيسناش الياغورت، حيت الماء هو اللي كيخسرنا ديك الياغورت. انا سبقت الماء هو الاول باش ملي نزل الكيسان ما يتقاسوش بالماء، كاين اللي حتى كينزل الكيسان عاد كيبدا يخوي الماء من الفوق، فانا ديك الطريقه ما كنعملهاش. صافي غنعمروا القياس اللي بغينا وغنبداو نزلو، نحاولو غير بشويه. انا هاد الطنجره هادي صغيره هزت لي غير 4 الكيسان، وغنزيد الكيسان اللي بقاو لي في طنجره اخرى بنفس الطريقه. ودابا غناخد زويف يكون مقطن، هو اللي غادي نغطي به، حيت ديك الزيف كيشرب ديك البخار ما كيرجعش عليه بالماء، الا عملنا السلوفان ولا المغطى كيتجمع داكشي وكيبقى يقطر بالماء، هذاك هو السبب اللي ما كيخليش الياغورت ينجح. اما هاد الطريقه هادي راه كتجي ناجحه. صافي، ومن بعد ما غطيته غادي نخليه، غنزيد نغطيه بشي حاجه اخرى بشي منطه ولا بشي فوطانيت كبيره، وغادي نخليه تقريبا 6 ساعات ولا اكثر. ومن بعد ما دازت 6 ساعات ولا اكثر، صافي غادي نحيد هاد الفويطات، ها الرايب ديالنا وجد. كما كتشوفوا كيجي عاقد وخاطر وغزال. صافي غادي نمسح ديك الكويسات من الماء، نحاولوا كما قلت لكم ما نقيسوهش بالماء نهائيا،
غندخلهم الثلاجه، نغطيهم بالسلوفان وغادي ندخلهم الثلاجه ونخليهم يزيدوا يبردوا اكثر. وبالنسبه لهذا الرايب يمكن لكم توجدوه في الليل، تخليوه يبات ليله كامله، وفي الصباح كيصبح جاهز، والليله بغيتو مثلا توجدوه الصباح وتخليوه النهار كامل كياخذ الوقت ديالو، وفي الليل كيكون جاهز. وهذا هو الرايب، من بعد ما خرجته من الثلاجه خد الوقت ديالو الكافي وبرد مزيان، كما كتشوفوا كيجي عاقد وغزال وكيجي لذيذ، كنعرفوا شنو عملنا فيه في الدار. الصراحه انا متاكده الا جربتوه وتبعتوا المراحل غادي ينجح معكم من اول مره، وعن تجربه انا كيعجبني، كنعملو تقريبا يوميا، وخاصه في هذا الشهر الكريم كيعجبني نتناولو في السحور، وحتى الوليدات كيحماقوا عليه. بالنسبه للفاني تقدروا تعملوا بلاصه الفاني تعملوا مذاق زهره البرتقال اللي كيعجبو المذاق الزهر، وصراحه حتى بالفاني كيجي روعه. نتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم وتردوا عليا الخبر. كانت هذه وصفه اليوم، ما تنساوش تخليوا لي جيم والكومونتيرات اللي كتشجعوني بها، والتقانا في وصفه قادمه باذن الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار